انفلات الوضع بالعراق مو من صالح أحد، لا العراق ولا إيران. ويبدو أن الرسالة اللي نقلها بلينكن لبغداد هي نفسها نفس الرسالة اللي لازم تنقل بصيغة عراقية لطهران. الأمور وصلت حدها وما تتحمل بعد. العقلانية هي الحل. يشاع ان هنالك رسائل تنقل الى الجانب الايراني. اتوقع ان السيد رئيس الوزراء قد اوضح قضيه في مؤتمر السفراء لوزاره الخارجيه العراقيه الذي عقد قبل يومين وما زال هو منعقد طبعا. نحن لا ننقل رسائل، لدينا موقف مستقل، لدينا سياسه مستقله، وبالتالي العراق لديه مبادره في حل الازمه تتلاقى مع المواقف العربيه والاسلاميه. يعني منذ 27/10/2022 عندما تسنم السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني وصولا إلى 17/10/2023 لم يكن هنالك أي هجوم يستهدف هؤلاء المستشارين الذين ضمن القواعد العسكرية العراقية. من اللي يستهدف هنا من خلالكم حقيقة أنه لا توجد لدينا قوات قتالية، لا توجد هناك قواعد عسكرية كما يسوق حقيقة غربية سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها حقيقة باتجاه أنه هنالك قواعد عسكرية أمريكية موجودة في العراق. هذا الموضوع انتهى حقيقة بصورة تامة منذ عام 2011. منذ 2003 ولحد هذه اللحظة أكثر من رئيس وزراء عراقي جاء إلى إدارة الحكم، لم يستطع أي رئيس وزراء عراقي أن يسمي أو يحاول أن يستهدف وينتقص من وجود هذه الفصائل المسلحة. ليش؟ منذ 2005 أول تشكيل حكومة وإلى هذه اللحظة. وقال متابعة منفذي الهجمات، ولم يتحدث على المقاومة ولم يأتي بشيء بذكر الأطراف المقاومة إطلاقا. هو الرجل يعني حديثه كان مقاومة في القاهرة، وكل حديثه حتى يوم أمس اللي أعتقد أنت جنابك ما تريد أن بهاي الجزئية تصدق، أنا أعتقد أنه حديث أمس السيد رئيس الوزراء أيضا أشار إلى الموقف الأمريكي مع بلينكن في عملية إثارة الأزمة وتطوير الأزمة وتوسيع أزمة توسيع رقعة الجغرافيا خارج غزة. أنا أتفق معك يعني، وكثير من النخبة تعتقد من أن هذه الزيارة لبلينكن هي رسالة أخيرة للعراق من عليه أن يحدد، أما أن يكون أرض عدائية للولايات المتحدة الأمريكية سواء القوات التي تتواجد داخل القواعد العراقية أو حتى بالنسبة للبعثات وما أبعد من الحدود العراقية الجغرافية السورية أو حتى طبيعة الهجمات التي تحدثت عنها المقاومة الإسلامية باستهداف إيلات